نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إبليس يعد من الجن أو من الملائكة؟ من الجن، قال جل وعلا: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. من الجن يعني الذين، العالم الذي لا يرون، الجن يعني العالم الذي لا نراهم، فهو من جنسهم، هو من جنسهم. نعم.